ممكن بكلمة أو ضحكة أو أي موقف صغير تعمله بالشارع تعدل مزاج أشخاص وتعطيهم طاقة إيجابية حتى ولو كان هذا الموقف صغير. وبفقرة أثر رحنا قررنا ننزل كل أسبوع مرة لحتى نعمل هذا الأثر أو هذا الموقف اللي يعطي طاقة إيجابية. وبأول فقرة وبأول حلقة اخترنا أن يكونوا ضيوفنا الأطفال الصغار، فخلونا نشوف كيف كانت ردات فعلهم.